ساعات الكلمة بتبقى أخطر من السلاح. في الآخر اللي شايل سلاح ده ممكن يموت واحد أو اتنين، إنما اللي بيتكلم ده ممكن يشايل ألف واحد سلاح. أنت شايف ناس قدامك شبهك زيك زيهم، عايز تمد إيدك ليهم تنقذهم من الخطر اللي هم فيه. كل ما دوار الدم كترت، كل ما بقى فيه طار في كل بيت في مصر. اللهم جنبنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. الحرب ما انتهتش، بس اللي على حق ما بيخافش. انا هكون شاهد في قضيه كبيره عن خيانتهم للبلد. بيقولوا ان احنا خدنا عبره من اللي عملوه زمايلنا، ما يعرفوش ان حق زمايلنا دول هيرجع من كل واحد فيهم. والنهارده شاهد مسلسلات رمضان على أفضل القنوات العربية وأكبر مكتبات الفيديو حسب الطلب. اشترك دلوقتي وجرب 7 أيام مجانا. رمضانك هنا مع سلينج.